مهوين عدي على جوز مهويين ما تيجي تشوف سيادتك مهويين وانت طري على قلبك شويه مساء الخير فكرنا نطلب ايه يا استاذه بعد اذنك انا قاعد هنا قبل الناس دي ممكن ثواني بعد اذنك يا استاذه بعد اذنك انا قاعد قبل الناس استاذنك اخد الاوردر وارجع على حضرتك الاول احنا مش مدرسه هنا جاي الاول انت مش واخد طابور ثواني عدي على جوز مهويين ما تيجي تشوف سيادتك مهويين وانت طري على قلبك شويه مين مهوي بس انا بكلمها ايه استاذنك نهدى 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 بعد اذنك ثواني اتفضل استريح اتفضل استاذنك استاذنك ريح نفسك اتفضل طري على قلبك هنا شويه اتفضل طري على قلبك بص انا فاهمك حاجه اصول الشغلانه دي تعدي عليها الاول قبل ما تعدي على جزء من طرطشين جزء من طرطشين وانت مطرطش زيهم اتفضل اترجع يا استاذه بعد اذنك انا اتفضل اترجع عشان نشوف هتطلع ايه اقل من 5 ثواني يا استاذه اتفضل اترجع وبطل رغي مع دول جوز مهويين يا استاذه انت مطرطش ومهوي على ايه ما تتكلمش كده على ست واحد فيهم فيها يا استاذه ما تخليش بقى امسك مهوي انت يا عمي انا بتكلم على الاستاذ خلاص 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 اقعد بقى بس اقعد بقى مكانك خلاص بس اقعد مكانك كنتوا يا جدعان خلاص اقعد مكانك اقعد مكانك بس اقعد مكانك كنتوا حلو طب يا عم انا كلمتكم اتفضل استريح ما تردش عليه 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 كانه قلب بهوا ما تردش عليه اتفضل استريح اتفضل استريح انا بتكلم على كلمتك هو بيتكلم معايا هو بيتكلم معايا سيبك من بيتكلم اكنه ما بيتكلمش عايز اذنك يا استاذ عايز اكل يا استاذ اتفضل اترزع اذنك يا استاذ انا بكلمك اتفضل اترزع في يومك الاسود هرمي المنيو ده في وش مطرطش من المطرطشين دول وهزعله انا بكلمك لغايه دلوقتي استاذنك الناس ثواني بس الناس محترمه ما تردش على حضرتك اتفضل الزف طول ما تتعدى علينا الاول قبل ما تعدى كيفك همش نفسك همش نفسك اول انا همش نفسك يا استاذ انا بكلمك ما تردوش عليه ممكن قوم المهويين من جنبي يا استاذ ما تعديش بعد كده في ايه مش انت ما هو كل سنه مش انت مين غنى مين غنى انا بكلم قريني قريني هنا قرينك هنا اه اتفضل اتفضل استريح اتفضل 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 بس عشان نطلب الاوردر شويه يا عم انت اللي شبه 7 اقعد انت ما تقعد يا عم ساكت اخد منه الاوردر عشان نريح دماغنا اتفضل استريح هاخد منه الاوردر عشان نريح دماغنا منك بتكلم على استاذ اتكلمت عليك انت ايوه مش كنا قاعدين هو انت مهوي لا انا مش مهوي مطرطش لا نقطع خلاص بعد اذنك انا اتكلم مع الاستاذ خلاص بعد اذنك على نفسك ليه ممكن استريح استريح بعد اذنكم هو بيكلمنا انا سيبكم منه خلي المهويين يترزعوا وكلميني بقى اتفضل اترزع يا استاذ اما اجي المكان ده تجيبي لي اللي انا عايزه هتسيبيني وتروحي لمهوي تروحي لمطرطش حاجه على منه جص هحنطها في قلب المكان عامل فرخه متحمط تمثال مهوي اتفضل استريح بعد ماشي اتفضل استريح انت استاذه غريبه انت جايبينك منين انت متشكرة. انت غريبه قوي شكرا كانك كمان هضربك اتفضل اطلعي بره دلوقتي ما تقفيش قدامي اطلعي بره بس اطلعي بره انا مش بره ايه بس بره ايه بس يا جدعان انا بس شويه عيد الامن ده كنتوا لا انتوا مالكم انا بكلمها هنا ايه كلام انت بتغير عليها لا بتغير عليها بس استاذنك ليه ده ممكن اقول لكم حاجه انتوا مالكم هو بيتكلم معانا انتوا مالكم اتفضلوا استريح اتفضل اتفضل استريح اتفضل بعد اذنك اتفضل مش اطلع بره بعد اذنك دلوقتي اقفي معايا هفكر 3 ساعات هاكل ايه وبعد كده 3 ساعات تانيين ينزل فيهم اتفضل يا فندم اتفضل حضرتك طلبت ايه اتفضل راسي خالص اتفضل ماشي اتفضل ما تروحيش لاي مهوي مخنوق دلوقتي اشوف انا الفراخ اللي انا كسبته ايه الزفت ده اساسا مش فاهم انا ده انتوا جوز مهويين فعلا مساء الخير يا فندم حضراتكم تطلبوا ايه؟ عايزين صحه مساء الخير طلبتوا حاجه ولا لسه؟ عايزين مساء الخير يا فندم منورين الدنيا كلها محتاجين تاكلوا حاجه معينه ولا ارشح لكم؟ مساء الخير يا مرات لسه جايه
طب نطلب ايه؟ طلبتوا حاجه؟ عايزين مساء الخير يا فندم، نوري الدنيا كلها. مالك في ايه بس؟ انا جاي اشوفك. لو سمحت احنا هنهم منيو. تمام، عينيا ليكم. تاني مره تيجي يعني؟ لا انت برضه جت. خد تعالى انت. مساء الخير يا فندم. مساء التين يا استاذ. تمام، عينيا. انت عايزين تدفعوا ايه؟ في طفح عندنا جميعا. ممكن تجيب لي المنيو؟ لا، ممكن انا اقترح على حضرتك. شوفي تدفعي ايه. لا ما اقترحش على تدفع. يعني اشوف حضرتك عايز تدفعي لي حساب ولا ايه؟ لا انت بتقولي عايز ادفع. معنيا ليكم، انتوا منورين الدنيا كلها. انا ممكن اعرض على حضرتك ايه اللي موجود وتدفعيه بالسم الهاري عادي يعني. عينيا ليك. في ايه يا استاذ؟ لا احنا ممكن اسال. طب ممكن يا جماعه واحده واحده بعد اذنكم اكلم واحده بس. مين الكبيره فيكم؟ مالكش فيه يا عم، عايز اكل. طب انت عايزه تدفعي ايه؟ طيب انت قلت لي منيو الطبخ. هات المنيو، انا اختار منيو الطبخ. صح؟ اه هقدر اختار. لا ما احنا لسه ما طبعناهوش. انا ممكن اقول لك تدفعي ايه؟ طب لو سمحت هات لنا منيو. تمام يلا يا طب استاذنك بس بعد اذنك. انت عايزه تاكلي صح؟ اتفضلي اطلعي بره انت. يا جماعه بعد اذنكم بس اكلم حد كبير عشان انا مش ناقصه. بص استنى استنى، انا عندي كيدز اريا هنا. هوديكوا الكيدز اريا. خدي بس اقول لك على حاجه. بص يا ولد، انا اسف والله العظيم جدا. كل الاكل اللي انت عايزينه هينزل حالا. بص لو بصينا هناك كده. مقاسين جدا والله العظيم، وده شرف لي ان احنا ننظر معاكم. عامه اي حاجه هتاخدوها من المكان جفت جفت بقى. جفت اللي هم عايزينكم. وقعدوا اتفضلوا كله براحتكم. احنا اسفين جدا بس نستاذنكم في حاجه. ممكن ان احنا نبيع. طب ندي اوكي ونقول زيها؟ زيها.